اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اللي بنى مصر في الاصل كان حلواني، وحلواني دمه خفيف زي الشيف المغازي. النهارده مع بعض لا عندي محمر ولا مشمر، يعني ما فيش لا فراخ ولا لحمه ولا خضار. تلاحظوا النهارده في شغل، النهارده اجازه، بس مش اجازه اجازه، لا النهارده حابب اعمل شويه حلويات. بنستعد لعيد الاضحى. عيد الاضحى يعني لحمه، يعني نظبط البيت بتاعنا ونرتب الغرف بتاعتنا والصالون والانتريه. ده في كل بيت وفي كل اسره للامانه، وعندنا الكلام ده بيحصل، فبنبقى مشغولين شويه، ودي عادات عندنا عشان نستقبل ضيوفنا وصله الرحم، ونروح نعيد ونروق الدنيا قبل ما نروح نعيد، نروح نصيف وهكذا. فانا هعلمك النهارده تعملي شويه حلويات تجهزيهم تستقبلي بهم ضيوفك في العيد. مش لازم تروحي على محل حلويات وتجيبي دستة جاتوه او تجيبي جاتوهات سابلات صغيره او تجيبي اي حلويات من بره، تعملي الحلويات دي في البيت لانها في متناول الجميع وسهله، وهنرضي كل الاذواق للامانه في عمايلها. معانا من اول حاجه هنعمل بسكويت الشوفان بالبرتقال. هتقولي لي مفيش برتقال في السوق يا شيف، اسانس برتقال عادي، مفيش برتقال اعمليه بالليمون. حلو، بسكويت الشوفان بالبرتقال مقاديره في متناول الجميع، شوفان وزبده وشويه برتقال. معانا رافاييلو، دي موجوده في اي سوبر ماركت غاليه كده، الثلاث وحدات مع بعض سعرهم غالي جدا، ولادك نفسهم ياكلوها، والاطفال جايين يعيدوا مع اخواتهم قرايبهم ولاد عمهم، هتعملي لهم الحلوه اللي هي جوز الهند دي بالحليب المكثف، هتعجبك. انا هعملها لك كده النهارده سهله، ونشوف نعملها مع بعض ازاي، وتخليها تقعد عندك اسبوع 10 ايام مفيش اي مشكله، بس الدنيا حر خليها في الثلاجه. حلو. معانا النهارده كمان مطلوب مننا من خلال السوشيال ميديا الاطفال الحلوين والبنوتات الحلوين اللي بيمتحنوا الثانويه العامه، بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين، احنا معاكم. هنعمل لكم قالب جاتوه النهارده بالشوكولا، شوكولا معانا بقى كاكاو رخامه حلوه، ومعانا شوكولا، ومعانا طبعا فليفر حلو من الفانيليا. فقالب الشوكولاته او قالب الجاتوه ده له تكنيك كده نعمله، نشربه صوص شوكولا زي ما احنا شربات، ممكن نسقيه عصير اللوز بالشربات باللوز زي ما احنا عايزين. ولكن التفاصيل مع اللي بنى مصر في الاصل حلواني، علشان الحلويات ديت اي نعم ما فيهاش شغل كتير، بس بتحتاج لوقت تكنيك عالي. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل انا اجازه ما عنديش حاجه على النار النهارده. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مدرسة البسكويت، بسكويت بالبرتقال، بسكويت بالقرفة، بسكويت بالنشادر. مدرسة البسكويت لازم الزبدة تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ بالشكل ده كده، يعني قطعني يا معلم زي قالب الحلاوة. حلو الكلام. ومعاك خلاطة ومعاك كبة، دي المقادير. نشوف مقادير البسكويت الشوفان بالبرتقال، حلويات صحية كمان في العيد. معانا شوفان تقريبا واحد كوب من الشوفان بياخد نص كوب من الدقيق، بشرة برتقال، ومعانا من البرتقال عصير برتقال، وممكن بيضة وشوية فانيليا، وبيكنج باودر ده أساسي في المقادير عشان تبقى البسكويت هشة. أنا عايزك تتعلمي حاجة، لازم تعرفي أنت بتحطي إيه على إيه علشان يبقى إيه في الآخر. يعني بتحطي البيكنج باودر ليه؟ عشان تبقى البسكويتة، أنت مش بتعملي كيكة عشان تبقى البسكويتة إيه؟ هشة. لأن خاصة بالشوفان. الزبدة بنحطها بالشكل ده كده، بنحط عليها الشوفان. حلو، معانا كمان شويه شوفان هنا، بسكويت الشوفان والبيضه في قلبيهم، يلا مع السلامه في قلب الخلاط. معانا شويه فانيليا، حلو الكلام، وشويه بيكنج باودر هنحطهم هنا، ومعانا بشره البرتقال في قلبيها. معانا التفاصيل هنا يا شباب، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ الله الله، في قلب الخلاط، يلا مع السلامة.
خلص الكلام. انا اسف طبعا لصوت الخلاط. انا بس بعلمك حاجه، لما تيجي تعملي نوع بسكويت زي ده كده سهل جدا. احنا فكر الموضوع صعب. جبت الكبه او الخلاط الكبير العادي اللي عندك، بتحطيتي دقيق الشوفان مع دقيق من العادي نص كوبايه، يعني واحد كوب من الشوفان مع نص كوبايه دقيق، حطينا بيضه، حطينا عصير برتقال تقريبا نص كوب، ومعانا برتقال برضو لو احتاجت العجينه مننا، وحطينا الزبده الطريه بتاعتنا. هناخد ده يا عم الشيف وتعالوا نشوف الخليط ده كده اهو زي الفل. بننزله كده، وعندنا صينيه فيها ورق زبده، اللهم صل على النبي، اهو بسكويت الشوفان بطعم البرتقال. شايف العجينة اهي زي الفل. هناخدها دلوقتي ونحطها في قلب الصينية بالشكل ده كده. حلوة، تمام. معانا صينية، شيل الحاجات دي كده عشان نوسع نفسنا. معانا الصواني بقى، جيب الصواني بتاعتك وبتاعت الجيران. صباح الخير يا جارتي، صباح الخير يا حبيبة قلبي. انت عليك تأكليني فتة في العيد وانا هعمل لك حاجة حلوة. شفت الشيف المغازي النهارده على القناة الأولى عمل بسكويت الشوفان بالبرتقال، أول مرة أشوفه سهل كده. الصواني معانا زي الفل. النظافة أهم حاجة عندي، وأدي الصواني. طب أنا عايز أشتغل في العجينة دي من غير إيدي ما تشيل من الخليط ده، أعمل إيه؟ بإذن الله تعالى هنعمل كل حاجة حضراتكم عايزينها. ادي بسكويت الشوفان وانت بتحطيها كده على مسافات. تاني ايديا في اللوز. تمام زي الفل. شفت اللوز؟ طبعا المخر اعتقد ان انا عملته على السوشيال ميديا، تابعوا الصفحه اكلة امي هتلاقوه موجود على السوشيال ميديا. شايفه شربات اللوز، يا مزاج اللوز. طب مش عايزه لوز عادي، شربات عادي بتاعنا اللي هو بتاع الكنافه وبتاع البسبوسه. ممكن طعم المستكه. حلو، عملنا امبارح شربات المستكه اللي حطيناها على قالب الجاتوه بتاع الجزر، ممكن نستخدمه كده عادي. هي الفكره كلها في ايه؟ انا عارف والله العظيم انت لو دخلت المطبخ هتعملي اي حاجه حلوه احسن مني. دايما انا بعترف إن الأم لما تخش المطبخ تعمل لأولادها، تعمل لأسرتها، لجوزها، لحماتها، لمامتها حاجة حلوة، لا تقولي للشيف المغازي ولا 10 شيفات في بعض. حلو الكلام؟ لأن دايماً الطاقة الإيجابية اللي بتبقى جوه ست البيت وهي في المطبخ بتضاهي كل الطاقات الإيجابية اللي موجودة في شيفات العالم، الأم بالذات. حلو؟ فأنا بديكي نصيحة، بديكي معلومة أنت بتقدري توظفيها بقى. أنا مش عايزاه بالبرتقال، عايزاه بالحبهان، حط حبهان. عذاب دبس التمر، حطي دبس التمر. ايه دبس التمر ده يا شيف بقى؟ ما تبهرناش. التمر ده دبس زي دبس الرمان، بتجيبيه تحطيه بدل عصير البرتقال، تبقى عملتي بسكويت الشوفان بالتمر. شايفه ايدي في اللوز. الصينيه تشيل اكتر من كده، كفايه عليها كده. درجه حراره الفرن كام يا عم الشيف؟ 180. بجيب شوكه حلوه كده واملس عليها من فوق. حلو الكلام، سهلة القصة خالص. اللهم صل على النبي. برضه حطها في اللوز شوك. وفي اللوز، يا مزاج اللوز. في اللوز، في اللوز، في اللوز. انا سامعك كنت بتقولي في اللوز. في اللوز. بسويها كده تاخد شكل حلو. حلو، يلا بقت بسكويته فل. درجه حراره الفرن عندي 180. نبص على الفرن ونصلي على الحبيب كده، ايه الحلاوه دي. بسكويت الشوفان جاهز في الطبق الحلو ده كده. الله، صلي على الحبيب زي الغريبه. اهدى عليها شويه تبرد سخنه، خلي بالك اهي. بس طالما بتتشال من الصينيه كده اعرف ان هي زي الفل. دي لما تبرد بقى تاكل صوابعك وراها اهي. طلع سمسمه، طلع سمسمه. والقرمشه دي تتغرف بهدوء. الله، اللهم صل على النبي. شايف الحمار؟ شايف الصفار والدلع كده اللون البرتقالي ده؟ دي انت ما تستعجليش عليها، عامله زي كحك العيد كده والغريبه بتاعت العيد. استنى عليها لما تبرد خالص وبعدين تغرفيها.
اولادك جايين صحابهم يعيد عليهم، يلاقوا في البيت حاجه غير التقليدي، حلويات انت عاملاها، الف هنا وشفا اهو، ونشيل ده من هنا كده نوسع الدنيا. يلا ده مكانه فين تحب؟ انا معاك اهو جنب البرتقال يا استوفندي يا ابن عم البرتقال. الله يرحمك يا استاذ فؤاد المهندس، عميد الكوميديا في الوطن العربي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الحلاوه دي؟ اه والبرتقال جنبه.